كنت في غاية السعادة والامتنان لما عرفت أنه هيئة قناة السويس بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية عملوا تجديد وتطوير في ميدان عبد الرحمن الأبنودي. حسيت أنه ده التحرك الصحيح للشخص الصحيح. عبد الرحمن الأبنودي ثروة حقيقية حتى بعد رحيله، لازم الحاجة اللي تحمل اسمه يبقى لها قلق ولها اهتمام. كانت زوجته وبناته موجودين في إعادة الافتتاح في المنطقة 6، منطقة الجامعة القديمة. تم افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي في أكبر ميدان من ميادين إسماعيلية، فده حاجة تسعدني وتشرفني، وأنا دايماً ببقى سعيدة بأنه أي حاجة للخال ببقى فعلاً بحس أنه هو فعلاً عايش معانا، هو موجود، روحه مرفرفة على المكان. عبد الرحمن مدفون في إسماعيلية فلازم بنيجي نزوره، والبيت بتاعنا في إسماعيلية، عاش فيه 8 سنين، الثمان سنين الأخرى من عمره، وهو قرر انه يدفن هنا، فيعني الإسماعيلية دي في قلبنا يعني. جده اسمه ايه يا ليلى؟ أبنودي. اسمه ايه كامل؟ عبد الرحمن أبنودي. فده تكريم كبير ليه، واحنا بنشكر يعني محافظة الإسماعيلية بشكل عام وسيادة الفريق اكيد بشكل خاص على المجهود اللي عاملينه، لانه الميدان مش بس مجرد بيرمز لشخصية عامة مصرية وطنية، كمان للأجيال الشابة الجديدة، يعني في مكتوب خلف الصورة كل الأعمال ليه، وده بالتالي بيخليه يعني يمتاز مع الأجيال. أقول له لو الورقة يا بنت الخال تكفي، لا أعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام. ان يسيب محافظات مصر كلها ويجي يعيش في اسماعيليه ويعشق اسماعيليه وشعب اسماعيليه، ده معناه ان اسماعيليه تمثل شيء ما في وجدان الله يرحمه. كان اقل حاجه ان احنا نخلد اسمه ونخلد ذكراه في ميدان جميل زي دوت يحمل اسم عبد الرحمن الأبنودي، وده برضو بيبين ان مصر عمرها ما بتنسى اولادها ابدا. عبد الرحمن الأبنودي كان أصيل مش بس في شعره، أصيل في إنسانيته وأصيل في وطنيته، لازم كمان نتعامل معه بنفس الأصالة. أهم حاجة بقى وأنا بتفرج على التقرير لقينا اللقطة الإكسكلوسيف حصريا، أول حفيدة لعبد الرحمن الأبنودي اللي كان نفسه يشوفها، إنما هي اتولدت بعد رحيله، ليلى، وهي بتعرف عن نفسها وعن الميدان، ميدان عبد الرحمن الأبنودي. تحية لكل قيادات هيئة قناة السويس اللي ساهموا واللي كانوا موجودين في الافتتاح، تحية كبيرة جدا في محافظة الإسماعيلية، وتحية لكل أهالي الإسماعيلية، الله يرحمك يا خير.